وينه هذا هذا وينه 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 انتي على انتي روعي. ما يضل 10% بس. اوها يا معلم اوها. الله يا معلم، بدك تعبي ال 10% بين ما اروح افضي التراكتور ومشي الحراسة ديك وارجع لك يا معلم. ما راح افضي لك كسور يب. وينك 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 وين ايه؟ والله يا معلم الايه عم تشتغل والماكينات عم تشتغل وكله شغال، انا مش عارف اعمل ايه. طيب روح نشوف وين ايه معلم؟ الايه هديك الرقم 30. الاي 30. تمام 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 بانه الاي بدنا نروح. لا لسه بدها. يلا رح تعب. روح 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 سجن بروح. يا الله والله العظيم صرنا هيك انضغطنا انضغطنا والله انضغطنا يا معلم على الشغل. انضغطنا مو كيف ما كان، انضغطنا مرة يعني. بس ان شاء الله نأتي ثمار هذا العمل الجاد هاج، لانه في ماب جديدة نازلة بدنا ننزل عنها يعني. استوينا معلم. ايش هذا معلم؟ انا مش مش انا نزل الطرف هو البلح معلم. الله يا معلم الله معلم نرجع لك نروح فضي بس. وين وين الخزان تبعي؟ وين وين؟ قال لك تعرف ليش نروح فضي بالخزان؟ روح فضي عند الحيوانات مباشر عند الحصن، ما عندهم اساسا هاي اوت كتير. الله مالكم لاحظين انه الحصن بلش ينزل حقه بدل ما يطلع حقه؟ لا والله 7000 كويسه له كويسه. تو 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 طبعا نروح نفضي الاكل عند الحصن. خلاص خلاص اشبو اشبو هذا اشبو اشبو خلاص ركز. والله مزورين كثير على البيكام قسما بالله العظيم، ما حدا حاصد حصاد البيكام غيري انا. والله في عندي جيب كمان. والله كويس لو والله في عندنا شغل، في عندنا تقدم لو في عندنا تقدم لو. قال لك معلم خلينا نفضيه هو نفضيهم نفضيهم ما بدي اروح اصف للحيوانات لاني بدي ابيعهم كمان. تنسوا انه نحن اساسا هذا يعتبر من راس مال الحصان يعني من المربح المليون يعني. يعني الحصان بس وصل حقهم كل واحد 10 15 ألف راح ابيع. تيشر معلم. طبعا الحم الثاني من عند الحصن بس خلينا اخفف شوي عن وزن هذا البيكام. البيكام استوى خالص ما بيقدر يمشي ابدا المسكين يا حرام. لازم نلاقي له دبارة خلاص، لازم يوم نلاقي حل. يعني اشتري ماكينة تانية كمان على مزاري. يعني ودنا انه نشتري بس ما في مساري، ما في مساري ما في مساري ما في. طيب ايش لازم نساوي؟ ايش لازم نساوي؟ والله نضل عم نلعب لنوصل 100 ألف. ما بطلع الا بسوي 100 ألف، الا بدي يصير معي 100 ألف حسرة ماني طالع. طيب شينكم انبسطوا، ايش بكون احسن من هيك؟ واحد بقول لك ما راح بطلع الا مشان يصير معي 100 ألف. تارم تارم تارم. طبعا انا ليش هون مشغله؟ لانه لازم ابعته على الارض الثانيه يحصد لي اياها. تمام عرفت ليش؟ فلذلك نحن عم نشتغل في هون. يخ 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 والله هي تعذبت كتير. والله البيكم يا حرام، والله اكثر واحد عم يتعذب هو البيكم قسما بالله العظيم. وش الوضع معلم عندك؟ الوضع تقريبا انت رح تخلص معلم. انت والله يا معلم اكنه هو انت وقفتي كمان. طيب الارض رقم 13 وين لازم العقد تبعها يتفضى؟ شوف ان الارض رقم 13 لازم تتفضى بس ما يكون بيت. بورت هاربور هاربور وين بس ما يكون هذا الفوق الهاربور منيح مو الفوق هاربور هون تحت. والله مشوار له من هون لهون. وات ذا فك حرفيا وات ذا فك.
ولا فك. طيب في سؤال اخر معلم، هل هي على سكة القطار؟ لا ما على سكة القطار، كنا هو معلم مليانة ارض. يعني بين ارض، الارض 13 هيكونوا مخربطين روعي. والله بالارض 13 والله مظبوط بالهوربورت. عندك روح بضي لك ايه. لازم ننزل ايه والله مشوار يا معلم مشوار. تذكرت اين ساذهب والطرق مؤدية الى المحبتي. ترم ترم رم. حلو رقم 6 طبق. ايش سوي؟ قلنا رقم 6 خلصت. رقم 6 وين رقم 6 رقم 6 رقم 6 رقم 6 رقم 6 هيك. وقف وقف وقف. ايش بدك تسوي لنا على الخط كمان؟ مو ماشي. طيب هلا انه رقم 6 خلصت. هلا في الارض رقم 15 اتوقع احنا خدناها كمان، خدناها فيلز رقم 15 صح. رقم 15 اللي هي جمنا حتى اللي هي هي. راح اروح اجيب الماكينه نعبيها شويه فيلز وروح نحطها هنيك، وبعدين بنروح على الاراضي تحت تكون شوي يعني صار في عندنا مجال، عرفت شلون؟ بس خلينا نعبي شوية فيلز أو بنعبي شوية سماد يسموها سماد. تمام الليمو على الأرض رقم 15. الأرض رقم 15 15 15 جميل جميل معلم. الارض شغاله كل شيء شغال كله ده معلم. والله اتوقع لكم راح يصير هذا الفيديو فيديوهين، ما لازم تشوفوا فيديو واحد والله صعب. اذا انت هلا عم تشوف الجزء الثاني من الفيديو فلانه الفيديو طول، اذا كنت هسه عم تشوف الجزء الاول فعرف انه في جزء ثاني اكيد حتما لانه الشغله طولت كثير. من جد ما كنت متوقع انها هالدرجه هي من طول. وانا جدا هسه هلا ما زدنا ولا ليره. الآن ناخذ العقد رقم 6 وقل له خلص كومبليت. هات معلم الله يعطيك العافية والله اشتغلنا كتير يا معلم بالأرض رقم 6. هلا بدنا نروح نفضي الأرض هذا رقم ما بعرف شو حلوة 8300. طبعا حاليا نحن نعتبر مكسورين صراحة لأنه ساعتنا لحد الآن من 25000 زدنا 3000 أو 4000 بس 3500. لا أتوقع يعني بنوصل بنوصل لا بنوصل اليوم، لا بنطلع اليوم لازم نطلع فوق المية. ما بصير لازم نطلع فوق المية. يعني شفتوه فيديوهين ثلاثة أربعة ما بعرف لازم اطلع فوق المية اليوم. لازم اطلع فوق المية. إذا ما طلعت فوق المية مصيبة. لازم نجيب المية لأنه إذا ما جبنا المية لازم نوفيها الفيديو الجاي، عرفت شلون؟ الأول لما أنتم رح تخلصوا المية ألف رح تشوفوها رح أوفي الدين علي. يب فهمتوا شلون؟ نحن لازم ندرس هذا الشيء. اوف 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 ليش كذا سرعة؟ طيب معاك نرجع الآن أرانيه. يب فضي هاي الأرض رقم مش قد كنا عم نشتغل فيها. الأرض رقم 13 مو 13 نعم 13. الأرض رقم 13 الأرض رقم 13 ليك فضينا له صار 73%. نايس. طبعا هو ما يحسب لك غير انه صار اعطيته شو قد اعطيته 60%. تمام حلو انت ضل بده 40%. اذا هيك كلها 61% لازم يضل عندنا هلا بالارض حمل سياره ثانيه تماما لانه حمل سياره ثانيه لازم يطلع صح. طبعا انا بس خلص العقد كملت له البضاعه تبعته الباقي ما راح انزله عنده روح ابيعه بغير مكان لك السعر يفرق معي رقم. هي كمان نحسبها طبعا نحسب نحن قبل الفرق قبل ما نمشي. اذا الفرق شغلة فاضية ما نرجع راسنا ما نروح نرجع. عرفت كيف حبيباتي؟ طبعا هو قص قص روح روح حجة دوس بدنا نلحق نفضيها ما لها شيء في شو الله في عيدها. يا رب العالمين في زيارة صارت فل
والله يا شباب كنت هدوا شوي على اللعب علي، يعني بجد انا استويت حاج. ضغطنا مو شو ما كان، مو شو ما كان، جد كتير انضغطنا، اوفرت الشغلة بجد، اوفرت يعني. والله بس في شغلة انا عندي، ليش انا بعرف انزلها؟ تفضل معلم تفضل. يب معلم، في واحد عم بيطلع من وراء العشب، ايش السالفة عنده هذا؟ ليش عم بيطلع العشب وراء معلم؟ ايش السالفة عندك انت؟ ثلاثين بالمية ناقص. شو استغفر، هذا ما صح. طعمنا شوية حشرات، فهمنا ايش القصة. ايوه انا عم بشتري سماد ليكون. اي والله نعم حظي. لا الفيول خلينا عم نشتري لانه الفيول بيلزم. عم بقول ليش ما عم تنزل تحت الالف؟ معلم تريلا تاني خالصة قول. طيب هلا بنروح بنعبي هي شوي ونروح نشوف وين بدنا نبيع، وين افضل سعر للبيع اليوم. السعر هون في عندك 800، هون 600. لا هذا احسن شيء بالهور بورت اللي تحت عند الميناء. طيب بنروح بنكملها وبنروح على الميناء نفضي ونرجع. بس قبل ما نروح نفضي بس خلينا نخلص الارض. مش قد هي رقم رقم 15 قد صار فيها نفس الشيء. طيب عاد طيب بنروح بنبيع شوي بالهوربورت ونرجع. او في عندي اقتراح اخر. طيب شد في عندي انا فيها من عندي منها عندي 14000 وعندي 2000. ما يحرزوا ما يحرزوا. اي والله ما يحرزوا يا معلم، يعني 14000 و2000 كلها على بعضها اللي فيها شقد يعني يطلعوا 14000 و2000 شي 16000 كلها على بعض تريلتين. ايش في؟ كنت عم فكر اني اروح بس يكون ضربت الجب رح شده. كنت عم فكر انه اجيب تريلا من هذول تبعاتي الكبار وعبي فيها وافضي، وفكرة سديدة صراحة. رح اسوي هيك خلص، ما بدي اروح بالتراكتور وارجع ورا جايب البيكان طلع شو عم بعلق بيلوح يمين شمال. اجيب هلق الصينية ثواني. طيب تفضل هيك افضل يعني، بروح ابيعه كله. يب وخلصنا. حاليا هلا الثاني رح تفضل رح تعبى، فلذلك انا تحت من لذلك، فاتوقع لازم نبلش نشوف هي. يب يب انت رح تعبي، ما اظن انه رح تتحملي كمل الارض كلها لانه اساسا ما ضل عنده كتير. يب لازم نحاول نفضي منه شوي. طب بس خليه يدور وناخذ منه نشوف وين في عنا شغل. في عنا هون شغل، خلينا نروح نفضي نفضي السيارة ديك الصواني. يب 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 يب. اما لو فلاح هيك بيتعب كل التعب هاد بيقول لك ما بدي الزراعة ولا بدي اوجع راسي. بس يا معلم والله لحد الان ما منه ولا ليرة. والله مصيبي والله مصيبي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.